كيف بتخفف تكاليف العرس بخمس خطوات عملية؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم موضوعنا كتير مهم بمجال تنظيم حفلات الأعراس. كيف بنقدر نعمل عرس حلو ومرتب وناجح للعرسان اللي عندهم إمكانيات مادية محدودة؟ أهلا وسهلا فيكم من جديد. لما بنعمل عرس في إشياء كتير مهمة بالعرس تستحق أنك تصرف عليه المصاري، ولكن عنا تكاليف ومصاريف إضافية ممكن نحن نتخلى عنهم إذا كان عنا سقف ميزانية محدودة. اليوم بدنا نحكي بهذا الموضوع. حسب خبرتي بمجال تنظيم الأعراس اللي هو فوق العشر سنين، هناك خمس خطوات عملية إذا قمنا فيهن بنوفر على حالنا مبلغ لا بأس فيه، وبنفس الوقت بنعمل عرس حلو ومرتب وناجح. أول خطوة تحديد عدد المعازيم وتقليص لائحة المدعوين. فينا نحن نخفض تكاليف العرس بتقليص عدد المعازيم، يعني بتكون لائحة المدعوين مختصرة على الأهل والأقارب والأصدقاء المقربين، يعني ما في داعي تعمل دعوة مفتوحة على مواقع التواصل الاجتماعي. الخطوة الثانية هي قاعة الأفراح. بعد ما نحن حددنا عدد المعازيم بندور على قاعة تناسب هيدا العدد اللي نحن حددناه. أفضل مكان نعمل فيه عرس هو قاعة مخصصة لتنظيم حفلات الأعراس، يعني بتكون القاعة أو الصالة مجهزة بكل ما يستلزم الفرح، ما في داعي نحن نجيب أشياء من برا وندفع عليه مصاري زيادة. الخطوة الثالثة هي وقت العرس. عادة بتكون تحديد أيام العرس أيام نهاية الأسبوع أو أيام العطل، أو بتكون في تواريخ محددة من قبل العرسان بدهم يعملوا عرس فيهم. بهذه الأيام نهاية الأسبوع والعطل والتواريخ المحددة بتكون عادة صالات الأفراح وكل مستلزمات الفرح بتكون غالية. الأفضل أنه نحن نعمل ضمن أيام الأسبوع، يعني من الاثنين للخميس. طبعا بهالأيام بتكون في عروضات محترمة ونحن بنقدر نستفيد من هاي العروضات. على فكرة ببرلين على مدار الأسبوع في حجوزات، يعني من الاثنين للخميس جمعة سبت أحد على طول، كل يوم أسبوع بيكون في عنا عرس. لهالسبب ها اللي بيعمل عرس من الاثنين للخميس بيوفر على حاله مبلغ كتير 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 مرتب. الخطوة رقم 4 الاعتماد على مستلزمات بسيطة للعرس، مثلا سيارة العرسان، زينة السيارة، قالب الجاتو، فستان العروس. بدل ما تروح تشتري فستان العروس ممكن تستأجر، على فكرة في محلات كتيرة بيأجروا. واحد من المحلات اللي بتأجر فساتين الأعراس بوتيك الحنان ببرلين بشارع العرب، عندهم بضاعة ممتازة جدا وأسعار مغرية جدا، ممكن توفر على حالك مبلغ مرتب. بكل هالأشياء مستلزمات الفرح اللي نحن نحكي فيه ممكن أنت توفر على حالك مبلغ. الخطوة الخامسة توكيل الحفل أو توكيل العرس لمكتب تعاقد حفلات الأعراس. متعهد الحفل بيكون في عنده خبرة بمجال تنظيم حفلات الأعراس. اثنين بيكون عنده معرفة أكثر بالخصومات والتخفيضات المقدمة من الصالات من شركات المأكولات وكافة مستلزمات العرس، ودائما متعهد الحفل بيحصل على عروضات وخصومات أكثر بكثير من العرسان ذاته. طبعا حسب خبرتي بمجال تنظيم حفلات الأعراس هدول الخمس خطوات نحن ممكن نوفر عليهم مبلغ لا بأس فيه. طبعا إذا في عندكم خطوات عملية أكثر فيكن تكتبوا لنا اياه والكل يستفيد من هالخبرات، وبنكون ساعدنا العرسان والناس اللي عندهم ميزانيه محدوده لحتى اللي يقدروا يعملوا عرس مرتب وناجح. ملاحظه اخيره، لما بتوكلوا اي متعهد او مكتب تنظيم حفلات الاعراس ما تنسوا تعملوا عقد رسمي معاهم، وبهالعقد يكون كل شيء مكتوب من تفاصيل العرس، تاريخ العرس، عنوان الصالة، وكل شيء أنتم متفقين عليه تكون مبين بهيدا الورقة أو بهيدا العقد أو بهيدا الاتفاق اللي بيناتكم. طبعا بموجب هيدا العقد بتضمن حقك
وكمان متعاهد الحفلة بيضمن حقه. إن شاء الله بكون عطيتكم كم نصيحة تقدروا تحجزوا عرس مرتب وحلو وبتوفروا على حالكم مبلغ اللي انتوا بدكم اياه. بتمنى تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس، وإن شاء الله تضل الأفراح بدياركم عامره.